نحن الآن بالبرايم الثامن، صرنا نحن نص عدد المشتركين. اليوم جدا متحمسين، في مفاجآت كثيرة وراح تشوفوها. متوتر شوية لأنه رانا 8 وفي آخر البرايم راح نكونوا 7، وصعب بزاف نتوقعوا شكون ممكن يفل اليوم. مبسوط إن أنا وصلت المرحلة زي دي الحمد لله، ومتضايق إن برضو في واحد هيمشي ويسيبني. صار في منافسة أقوى وما بقى فينا نتساهل مع حدا. بتمنى انه تكون هالجمعه كثير قويه. التحضيرات لقبل اللايف كثير هيك بتكون حماسيه وفيها توتر اكيد، بس انه حلو هيك يعني انا بنطر نهار الجمعه بناطر. ما بين اول ريهرسل وريهرسل تاع اليوم كان اختلاف كبير، كي جينا اول مره كنا مخلوعين، عجبنا الحال، مندهشين، كنا يعني مستغربين من البيئه، من الباك ستيج كده، نقول واو كاميرا، واو لمبات ليزر. دلوقتي مركزين اكتر على الفيديوهات بتاعتنا، مركزين اكتر الاسئله هتتسال لنا عشان نجاوب عليها ازاي في المسرح، مركزين اكتر على التفاصيل. احس انه انا تعودت على الستيج، تعودت على الباك ستيج، على الشباب. اليوم كاين قلق اكثر وتوتر اكثر بما انه اللي بقاو في البرنامج هما اقوى 8، فأكيد الجو القلق هو اللي راهو يسود المكان أكثر من حاجة أخرى. الحين بما أنه في الأسبوع الثامن يعني قطعنا أكثر من نصف المسافة، والحين أحس أنه مرة تعبنا والبقالة الأقوى يعني. الموضوع اللي ينطرح في تشالنج ولا اللي ينعطانا مهم بزاف، لأنه كاين موضوعات اللي تكون سهلة على فئات، موضوعات تكون صعبة على فئات أخرى. فمام إلى كانت طريقة التصوير شابة والفكرة متعبة، أكيد الفيديو ما راحش يخرج شباب. موضوع الحلقة هالأسبوع جداً إيجابي ومختلف عن الأسبوع اللي قبله. كلنا سوينا فيديوهات إلها علاقة بعمل الخير، إحنا بيدنا سوينا عمل خيري وجداً إحساس مختلف، بنفس الوقت طلع فيديو حلو وسوينا عمل خير. موضوع التحدي بيأثر على شخصيتنا بالكامل خلال الأسبوع اللي هنشتغل فيه، سواء لو هو كان سهل بيخلينا مرحين، لو صعب بيخلينا متوترين، بيخلينا نكتشف حاجات جديدة فينا. يعني أنا ما كنتش متخيل إن أنا هقدر أنزل أضحك شعب غير شعبي، شعب غير ثقافتي وغير فكري وغير، فبيخلينا نكتشف تفاصيل جديدة فينا بصراحة. كلنا مبسوطين إنه في هذا الأسبوع عملنا أعمال خير، كل واحد في تخصصه. صحيح إنه حلو عمل الخير، بس أنا برأيي الشخصي أنا كتير بفضل يكون فيه دراما، فيه إحساس، فيه حزن، إنه أعمل شيء دائماً يبكي العالم، لأنه هلأ هيدا الفيديو اللي عملته أنا ما متعودة أعمل شيء فرح وبيبسط العالم، أنا بحب الدراما كتير بالكتابة. أول شيء كنت فكر إنه لما نعمل عمل خير ما لازم كتير نحكي عنه، بس بما إنه الناس تنطرنا لنشوف شو نعمل لازم ندليهم على الأشخاص أو الجمعيات بالأحرى اللي هن بحاجة للاهتمام أكتر. بتوقع شوف شيء كتير فيه إبداع، لأنه بمجتمعاتنا وقت نعمل شيء منيح مش كتير مع إنه نحكي عنه، فمتشوقة أعرف بأي طريقة. وكمان هيك نوع من التحديات يعني جديد، مشان هيك عندي توقعات بس ما بعرف شو، متشوقة أعرف شو. التحدي بتاع الخير أنا شايفه ده من أسهل التحديات، فعشان كده النهاردة ممكن هكون قاسي شوية على المشتركين، لأنه قعدت أفكر كده كل كاتيجري أو كل فئة يعني مش صعبة، بس هي الفكرة إنك تعمل حاجة كرياتيف وبره الصندوق، فنهاردة غالبا هكون قاسي شوية على المشتركين. تاعي تصويريا شباب، لكن الفكره ماشي قويه بزاف وهذا الشيء راه مقلقني. الفيديو لو هم هيبصوا للموضوع بجد من ناحيه عمل خير، فانا الفيديو بتاعي هيكون من اول الفيديوهات، لانه هو مش فيك، اللي اتعمل فيه كان خير بجد، انا ما فايكتش اي حاجه، كل ردود الافعال كانت حقيقيه. انا وراشد
اكثر اثنين ما كانش فيهم فيك، لو هم هيبصوا للتصوير والاضاءه فانا هلم شنطتي واروح. يعني الفيديو اللي انا سويته يكفي انه انا يكفي انه هو عجبني، وبالعكس انا اتقبل راي اللجنه والمركز اللي باخذه برضه مهما كان، انا راضي يعني عن لان انا راضي عن الفيديو. اعلى علامه ممكن تكون نور الدين امين، لانه الفيديو تاعه بزاف شباب وكان مضحك. افضل فيديو لهيدا الاسبوع فيديو محمود، فيديو محمود فيديو كثير حلو خفيف لطيف بيدخل على القلب على طول. اقوى فيديو انا الفيديو هذا الحمد لله، يعني حجم العمل هذا مره كبير، اكبر عمل سويته يعني، وان شاء الله توصل الفكره بشكل واضح. والفيديو هذا اتحدى فيه نفسي قبل اي احد. أضعف فيديو أتوقع جنان، لأنه ما شفت أنه عمل خير توزع قصائد، هذا مو بعمل خير. أنا فكرة الفيديو تبعي راضي عنه، وعن جد عملت عمل خير بالفيديو وخارج الفيديو، يعني اللي ساعدتهم عن جد استفادوا من اللي ساعدتهم فيه، بس مو راضي لأنه ركزت على فعل الخير ومو على تصوير الفيديو. أنا مش متوقع أنه الفيديو تبعي راح يحرز مركز عالي هذا الأسبوع، لأنه تم على عجالة يعني، ونفس التجربة يعني متطلباتها أخذت وقت عشان توصل، ف ماني حاطط عليه امل كبير جدا انه يحطني في موقع كويس. اعتقد اني حخش الدينجر زون هذا الاسبوع اول مره. اليوم توقع انا وزاهد نكون بالدينجر زون، لانه انا الفيديو تبعي فيه مشكله بالصوت وزاهد الفيديو تبعه طالع فيه كثير جدي. انا اكيد بهمني انه اجيب علامه عاليه ويحبوا الجوري الفيديو اللي عم اقدمه، بس اكيد اهم شيء انه توصل الرساله اللي انا عم وجهها للجمهور. انا اليوم اذا فليت من البرنامج كون على القليلة وصلت رسالة كتير حلوة من خلال العمل الخير اللي عملته. الحلقة أكيد رح تكون كتير حلوة لأنه موضوعها حلو. بنتظر فيديوز كتير حلوين من المشتركين لأنه صاروا كلهم دايماً عم يتحسنوا من أسبوع لأسبوع. هسه خلصنا الريهرسل، إجا وقت الميك أب والشعر، الفقرة المفضلة، نحس نفسنا مدللين، نحس نفسنا نجوم ونروح لعالم ثاني. حلو بعد كل اسبوع من التعب انه في حدا رح يهتم فينا، يلبسنا ثياب جداد وميك اب وهيك شغلات. هذه المرحله من الاسبوع يعني دائما هي الاحلى والاخف كده، بالذات انه كل واحد يعني بيظهر بافضل شكل ممكن يظهره. عم تتحول اكيد من نعسان لحدا انرجيتك وكله حيويه وطاقه وحلو. نحن عايشين هلا بوقت كتير بيتعلق بالجماليات، فأكيد المظهر اللي نحن بنطلع فيه على المسرح كتير مهم، وكيف منقدم نفسنا على المسرح كمان كتير مهم. عشان هيك منتعب ومنتعب الستايلست معنا إنه نطلع بصورة حلوة. أنا بالنسبة لي ما فرقت الشعر كتير، لأنه دائما خبير الشعر يقول لي إنه شعرك بيرفكت زي ما هو، خسيبه بس ما حنحط له مثبت شعر لا أكثر. ولكن بالنسبة لي أنا دائما الجاكيت اللي اختاروا لي هم عشان ألبسه على الستيج يكون مرة حلو صراحة، دائما اشتهي أشتريه منهم. اللوك تاعي دائما يكون سامبل ويعني غير كثيف، وهذا الشيء اللي يعجبني دائما في الميك اب تاعي. أنا أعتبر الميك اب سامبل هو شباب، لأنه يعبر عن شخصيتي، طريقة لبسي وعن كلش فيا، فهذه هي الحاجة اللي نحبها في نفسي. موضوع اللوك ما بيشغلنيش بشكل كبير، لأن أنا أصلا وسيم ودمي خفيف فما بيفرقش معايا الشكليات. شكرا. اللي يتغير شكله هم البنات طبعاً، بعد ما يروحون على الميكاب والشعر يختلف شكلهم 100%. هم حلوات بدون ميكاب ويا الميكاب لسه أحلى. جنان تختلف كلش بعد الميكاب والشعر، تحسها هيك ليدي، قبل هذا تصير هي وشاكراتها واحد، بس بعد الميكاب تكون أحلى. أكثر واحد مر ما يعمل الهير والميكاب يتبدل هو محمود. محمود يتغير يصير شخص ثاني في اليومية، تشوفه شخصه في بعد الشعر يصير مختلف. هو أكثر واحد لما أشوف شكله هو معفن هو راشد، لأنه معاه في الأوضة، فممكن بحس بالشكل بتاعه ما بيحط ميك اب يعني. أكثر واحد يتغير يعني ويصير شكله مهضوم جدا هو راشد، يعني طول الأسبوع كده شعره مش مهتم فيه ومبهدل والجينز مقطع، بس اليوم اللايف يزبط ستايله يرتفع وشعره يصير لقطة ما شاء الله. راشد عادة بيلبس هيك اشياء فانكي ومهضومة، بس بالبرايم هيك بيجي متقم يعني بيجي هيك بالشميز بالبنطلون، فبيتغير شكله هيك للافضل اكيد. من دخلت البرنامج هذا انا ما سويت شيء يعني بشكلي، هم كلهم يسوون لي، هم اللي يسوون شيء فيه، المهم ان اللوك حق يطلع حلو اطلع نجمة في الشاشة. أنا أول شخص رحت على المسرح كتير موتر، عم حاول أتنفس أخذ هواء طلع عشان ركز وما يغمى علي على المسرح.
يارا، بتعتقدي انه واحد يقدم نصيحه هيدا عمل خير؟ اكيد، خاصه بمجاله بعمله. هلا لنحكي عن الجماليات، ما كثير حسيت في جماليات بالفيديو، ولكن المحتوى اكيد حلو كثير. فايا يارا قالت انه عجبها المضمون، انت شو رايك بمضمون الفيديو؟ هو فعلا انا حبيت المضمون، والرساله بالاخير انه ما ضروري دائما يروح فكرنا لبعيد، احيانا الناس اللي حوالينا القراب هن محتاجين نقدم لهم شيء او نصيحه او شيء. النهارده الثيم بتاعك ماشي عليه مظبوط، انا شايفه اتس سيف فيديو، الكونتنت حلو جدا، بس كان ناقص تدي نصايح الناس لو يستخدموا بدايل عن دي تبقى ايه؟ تبقى سكارف ولا تبقى ملاية او تبقى فوطة او انت فاهم قصدي؟ بس انا شايفه از فيديو اتس سيف وحلو ولذيذ. شكرا لكم. خلينا نشوف العلامات يلي وضعوا لك اياها اعضاء لجنة الحكم والمعدل العام على 75 لعبد الرحمن 52. شكرا لك. 52 تقريبا علامة سيئة، بس ما بعرف شو العلامات الباقية اللي بدها تكون لأني لساتني أول واحد، فممكن يكون فوق وممكن يكون تحت. كنت متوقع ممكن شيء فوق 57، ف 52 علامة واطية أقل من اللي كنت متوقعه. هلا أنا تاني وحدة بطلع على الستيج، وبعد مش عارفة شو راح يصير، فيلا لنشوف. أنا مبسوطة كثير بالفيديو تبعي وواثقة منه، بس خايفة ما يحبوه. وهلأ مع سمر أنطون من لبنان بنعرف كيف المشتركة عن فئة الويلنس بتقوم بدورة بعمل الخير. فايا، وين لقيتي عامل التأثير بفيديو سمر؟ حلو عامل التأثير، ذكرتنا أنه الاهتمام بصحتنا دائما، نحن يعني الشخص دائما بيحط حاله بالأخير، يعني بيقول يلا باكل بعدين، عرفتي أنه فحلو، يعني ممكن تأثر حتى بالناس اللي يعني ممكن حدا بالبيت يصير يتذكر يفطر قد ايه مهم. عطتنا معلومات لذيذة ويعني نفذت التحدي مثل ما لازم. يارا، هيدا الفيديو بعد ما شفنا فيديوز، بس هيدا الفيديو من أحلى فيديو، يعني يمكن تاني الفيديو حلو كتير حبيته، مش بس بيحكي عن عمل خير، بيحكي كمان عن إفادة صحية. أنا أكتر حاجة عجبني الكلوزينج بتاع الفيديو في النهاية، نظرة الأمل بتاعتك دي اللي فوق وانتي قاعدة، وإنه حد رمالك ثانكيو لاتر من أول بدايتك في نفس نقطة البداية هي نقطة النهاية. وعجبني فكرة إن قلتي في الفيديو مبادرة، لأن أنا أي حد كان ممكن يتفرج يقول إنه ممكن تكون ستيج. خليني أشوف العلامات على 75. إذن سمر أنطون 60. 60 علامة منيحة، بس بعد ما شفنا كيف رح يكون العلامات، يعني بعدنا أول اثنين، فما فينا أحكم إنه كيف رح يكون الوضع. من حكي للجوجز فكرت العلامة رح تكون أكثر من 60، بس اتس أوكي، 60 منيحة متوسطة. سوا أنا تاني شخص بيطلع، تيوني 60 وأنا أول مرتبة. طبعاً مسبوط ترى بالزف، خصوصا انه جازوا ثلاثه قبلي، فما بقاوش بزاف بعدي، توتر كبير بزاف. الفيديو اللي عملته تصويريا عجبني بزاف، ولكن من ناحيه الفكره ما رانيش مقتنعه بزاف به، في دقيقه مستحيل اني نوصل الفكره اللي كانت عندي، فراني خايفه شويه من لجنه الحكم. ما نتوقعش نكون في مرحله الخطر، يلا نشوف، ما بنعرف. بصي يا نور، من اكتر المشتركين بحيروني في البرنامج صراحه يا نور، يعني مره تبقي فوق جدا ومر ما عندكيش وسط. هل ممكن النهارده شويه محتار، لانه انت في الاخر بتسافري بتروحي بتكتشفي محلات ايس كريم، كنت حابب يبقى في ريفيو اقوى من كده. بلشت نور تتغير بشخصيتها من قبل، يعني مش من هلا، بس انا كثير حبيت الفيديو. انا عكس وائل، كثير حلوه فكره انه اول شيء كنت عم بحضر الفيديو نقزت شوي منه، انه شو خص الايس كريم بعمل الخير، انه معقول شو عم تعمل نور، بس بعدين بتخليكي تنطري النهايه للفيديو لتشوفي شو عم بيصير. والفكره الاحلى انه عم تختار احسن شيء لتقدمه للناس، قد ايه هيدا مهم لما بدك تعملي عمل خير يكون الاشياء اللي عزيزه على قلبك او اللي كثير بتعني لك تعطيها للشخص الثاني اللي بحاجه اكثر. اي لايك نور. انا حسيته للفيديو سيف مثل ما قال وائل، بس ما بعرف شو في بعد فيديوز، يعني انت لسه يمكن ثالث رابع مشتركه، فبعد في، بس بتخيل انه ايه نفذتي التحدي مثل ما لازم، والفيديو بشكل عام انا حبيت. تنشوف العلامات 53 نور.
انا الرابعه في الترتيب اللي خرجت اون ستيج، حصلت على 53 اللي خلتني في المركز الثاني. لحد الان راني فرحانه لانه اصلا التحدي كان صعب بزاف، فاكيد 53 تخليني سيفة لهذا الاسبوع وحاجه راني مبسوطه فيها فرحانه بها. لا دلوقتي انا معايا الايس كريم بتاعي. بالسياره كنا اخر بوق اخر بوق. كيف فينا نشيله؟ خلني معي اما لحالهم. معي معي ايس كريم بلا حدود. الفيديو حق المرة هذه أنا مبسوط فيه لأنه حجم العمل كان كبير مرة، فأنا مبسوط فيه إن شاء الله، متفائل وأنا دائماً بطل، بس أنه رأيي للأجنة محترمة يعني. وش أقول يا راشد وش أقول؟ أنا ما شو بدي أحكي؟ ما بعرف يعني، مبدع راشد. هيدا الفيديو أول شيء أثرني، ما كنت بدي أحكي وعلق يعني، بس لأنه حسيت شو بدي أقول؟ إنه حلو، حلو الفكرة، تأثرت. كيف جمع الأولاد حواليه وعم بيعلمهم ويساعدوه ويمزحوا ويضحكوا، قد إيه الموسيقى بيشتغل عليها رهيب. شو بدي أحكي؟ لايك لايك لايك. راشد الأفضل، الفيديو تبعه يعني سيمبل وبسيط بنفس الوقت، بيحمل كل معاني التحدي الليلي والموسيقى الشعبية الحقيقية شو حلوة مع الأولاد، كل شيء كل شيء رائع. فيديو زي ده ملهم جدا، يعني هي مش فكرة انه في وشك انا بعمل خير، لا، هو راح وشارك الناس ان هم يجملوا الحتة اللي هم عايشين فيها. وعلى فكرة يعني ده هو المغزى من التحدي بتاع النهاردة، انك انت it's very real، يعني حقيقي، الفيديو حقيقي جدا، انت فاهم قصدي؟ وفكرة ان العمل الخير مش ان انت بيضت لهم بس او عملته painting على المبنى، لكن ان انت ممكن تكون الهمت حد من الاطفال الصغيره دي انه يطلع فنان بعد كده او يعمل حاجه بعد كده. خلينا نشوف علامتك على 75. 71 اعلى سكور لهلا، اكيد انت بالمرتبه الاولى، بنشوف ترتيبك راشد مرتبه الاولى، شكرا لك. الحمد لله الحين انا في المركز الاول و71 نقطه، مره شكرا، مبسوط مره كثير. راشد فظيع، فنان ودائما بيتقدم وبيقدم قصص كثير مؤثره وفيها فن. ما حكي فيه يعني، ما قلنا اياها يعني في كان بعض الفيديوز يعني بالمعلقه بدك توصل الرساله انه عمل الخير هو احلى، انه لازم يوصل هالشيء بلا ما نشرح. مشان هيك اكثر شيء حبيت فيديو راشد، كان بسيط وصل يعني وصل رسالة بالشكل المطلوب. أكثر شيء فخور فيه هو نجاحي بالثانوية العامة. فخورة بشهاداتي وبشغلي. مواهبي المتعددة التي لا توعد ولا تحصى. شيء فخور فيه نجاحي. أشوف حالي بعد 5 سنين أب لطفلين. لاقي حالي as a head dietitian بالدايت سنتر تبعي. فاتح نادي على البحر. Biggest influencer in Algeria. الشيء اللي ما نقدرش نعيش بلا به هو البطاطا المقلية. ماي فون. شيء ما فيني عيش بلا أخي إبراهيم. الأشياء الحلوة. ماي سيليبرتي كراش هو شايا لابوف. يارا. تشارلي ستارون. وائل منصور. وائل منصور. أكثر شيء انتبه له في البنت طولها. أول شيء انتبه له في شبية على اللحية. ضحكته. أول شيء بنتبه له بالبنت هي روحها الحلوة. أكثر حاجة نحبها في روحي هي خفة دمي. أكثر شيء بحبه بحالي ضحكته. تقبلي للنقد. الناجح دائما محارب. أكثر شيء خليني مبسوط أشوف أحد ناجح بسببي. أكثر حاجة تخليني مبسوطة هي البطاطا المقلية. السفر. الشخص اللي بيخليني مبسوطة هو خطيبي. أكثر أحد يلهمني بحياتي بابلو إسكوفار. إنفلونسر على إنستغرام اسمه دريشز دي إلا. بيتر ماكينن. أكثر شخص بيلهمني هو أمي. إذا فيني غير اسمي بغير اسمي لإبراهيم. إذا نقدر نغير اسمي نردو بيتر. إذا فيني أغير اسمي زيد. ما بغير اسمي. إذا فيني أعيش بأي مكان بالعالم بنقي المالديفز. بحب أعيش بإيطاليا. في جزيرة.
إذا نقدر نتلاقى بأي شخص حي ولا ميت نقول بيتر ماكينن. بحب كنت ألتقي بجدة. بلتقي بنيلسون مانديلا. ألتقي في أحد حي أو ميت الوالد غير. إذا نقدر دوكا نسافر لكش محل نروح لتورونتو عند بيتر ماكينن. سافر محل هلا أروح لأمستردام. على فرنسا. بروح على المالديفز. إذا نقدر نغير حاجة فيها هي الطول تاعي. نزيد نطول شوية. غير شيء فيني الطيبة. ما بغير شيء بحالة. ما بغير شيء لأنه الله خلاني مثل ما أنا لسبب. عمر 25 متوسط عمر. إذا نقدر نبقى في عمر واحد هو 20 ربما. نعم. كل عمر له حلاوته فما بحب أقضي عمري على عمر مهين.